الندوة كانت ناجحة بكل المقاييس، وهي حملت أيضا رسالة لمن يهم الأمر بأن ملف هذه الجريمة، جريمة اغتيال الشهيد أيت الجيد، لن تقع في النسيان، وأن وراءها مؤسسة ووراءها عائلة تشتغل بحس قانوني وبحس تنظيمي أيضا. وأعتقد فعلا أن الرسالة هذا اليوم قد وصلت ولها ما بعدها، فالقضية ليست فقط مسألة شخص يعني، ولكن هي مسألة مبدأ، مسألة فكرة. الشهيد أيت الجيد هو رمز لفكرة للضحايا العنف التكفيري الذي عانت منه الجامعة المغربية قبل أن يعاني منه المجتمع المغربي كافة فيما بعد. هي معركة لربط الحقيقة بالإنصاف، وشخصيا أنا يعني انطلاقا من هذه الندوة بالذات أصبحت أكثر تفاؤلا بأن هذا الملف سيفرض نفسه وسيقض مرجع كل من راهنوا على النسيان أو راهنوا على طي هذا الملف بسبب التواطؤ الحاصل بين السلطة وحزب العدالة والتنمية الحاكم. شكرا.